العنصرية السورية وبرنامج صباحنا غير، وما كنتوا عم تتابعونا نهار جديد إن شاء الله بيحمل كل الخير لكم بتفاصيله وين ما كنتوا عم تتابعونا مشاهدينا مشاهدي صباحنا غير. اليوم بداية يومنا إن شاء الله يكون في إنجازات على كافة المجالات. قبل ما نبدأ حلقتنا تحية لبواسلنا بالجنوب وبكل مكان على الجبهة، الله يحميكم يا شباب، ويكون النصر العنوان الأبرز لكل صباحاتنا وايامنا اللي عم نعيشها بفضلكم. يسعد صباحكم عن جديد ويسعد صباح كلير. صباح الخير يا زينب، وصباح الخير لكل مشاهدينا بحلقه جديده من صباحنا غير. تحيه لكل مين عم يخلي من صباحنا نور وخير، اكيد لابطالنا ابطال الجيش العربي السوري. ضمن صباحنا غير محطات رح تكون عديده ومتنوعه رح نبتديها، ولكن خلينا نروح لفاصل ونرجع. بداية أخبارنا المنوعة عليها حتكون عن مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة سرق الأضواء خلال لقاء تلفزيوني. ظهر القط بشكل مفاجئ خلال مقابلة تلفزيونية مباشرة مع مؤرخ ومحلل سياسي بولندي. Secret services are present, it means that our country is what I name Uzbekistan. It means the secret services country. Yes, the country managed by communist secret services. And you may see on the picture that, for example, Mr. Dukhachevsky. صرنا نطلع حوالينا زينب، ايه اذا في قطه او شيء بثانيه هلا تطلع تقعد بحضننا. رح نضل بعالم الحيوانات الاليفه والخبر عن وفاه كلب بولايه الاباما الامريكيه بعد تركه لمده طويله تجاوزت 7 ساعات بسياره مقفله وذات حراره مرتفعه بعد فشل جميع محاولات الشرطه بانقاذه من الهلاك.
خبرنا الأخير من الجزائر ومواهب تتنافس بمسابقة لابتكارات الإنسان الآلي، حيث أتيحت الفرصة للشباب الشغوفين بالتكنولوجيا لعرض أعمالهم في مسابقة للإنسان الآلي الروبوت في العاصمة الجزائرية بهدف نقل بلادهم إلى مستوى أعلى في هذه التكنولوجيا. فصار الوقت لنروح سوا ونقلب بصفحات التاريخ لنشوف مع بعض شو هي أهم الأحداث يلي تسجلت بمثل هاليوم. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يترك بصمة في سجلات التاريخ، ومنها ما يمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من العام 1789، المستكشف الكندي ألكسندر ماكنزي يصل إلى دلتا نهر أطلق عليه اسم نهر ماكنزي تيمناً باسمه. في عام 1796، عالم الرياضيات الألماني كارل فريدريش يكتشف أول كل عدد طبيعي موجب يمكن كتابته على الأكثر في شكل مجموع ثلاثة أعداد مثلثية. في عام 1925، تأسيس وكالة الأنباء الرسمية السوفيتية تحت اسم وكالة إتارتاس. في عام 1938، هوارد هيوز يحطم رقماً قياسياً جديداً في دورانه حول العالم، وحقق ذلك في 91 ساعة و14 دقيقة. في عام 1962، إطلاق أول قمر صناعي للاتصالات في العالم باسم تيليستار، والذي كان ينقل البرامج التلفزيونية بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. ومن الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من العام 1902، كورت ألدر، صيدلي ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1950. وفي عام 1968، حسيبة بولمرقة، عداءة جزائرية، وهي أول امرأة عربية تفوز بلقب عالمي بتحقيقها المركز الأول في سباق 1500 متر، وفازت بالميدالية الذهبية في بطولة العالم الثالثة لألعاب القوى التي أقيمت عام 1991. ومن أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 2015، عمر الشريف، ممثل مصري. صباحنا للسبع أول، ويمكن سوا نشهد خلال ساعته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. ضمن حكاية اليوم شخصيات كتير تركت أثرها بحياتنا، شخصيتنا لليوم رياضية عربية جزائرية استطاعت تكتب اسمها بالذهب بالسجلات العالمية. خلونا نتعرف عليها سوا بالتقرير التالي. حسيبة بولمرقة، لاعبة ألعاب قوى جزائرية من مواليد 10 من تموز عام 1968 في مدينة قسنطينة.
هي أول امرأة عربية تفوز بلقب عالمي عندما حققت المركز الأول في سباق 1500 متر، وفازت بالميدالية الذهبية في بطولة العالم الثالثة لألعاب القوى التي أقيمت عام 1991 في طوكيو باليابان. تفوقت في سباقات الجري للمسافات المتوسطة والطويلة، ونجحت في الوصول إلى أن تصبح بطلة رياضية على المستويين العالمي والأولمبي. بدأت حسيبة طريق البطولة وهي في 15 من عمرها في الجزائر، فازت بميداليتين ذهبيتين في دورة ألعاب البحر المتوسط 11 التي أقيمت عام 1991 في أثينا باليونان، حينما حققت المركز الأول في كل من سباقي الجري لمسافة 800 متر ومسافة 1500 متر، كما حققت المركز الأول في سباق جري 1500 متر، وفازت بالميدالية الذهبية في الدورة الأولمبية 25 التي أقيمت في برشلونة بإسبانيا عام 1992. أما العام 1993 فازت بثلاث ميداليات متنوعة: ذهبية المركز الأول في سباق الجري لمسافة 800 متر، وفضية المركز الثاني في سباق الجري لل 1500 متر في دورة ألعاب البحر المتوسط 12 التي أقيمت في ناربون، وبرونزية المركز الثالث في سباق الجري ال 1500 متر في بطولة العالم الرابعة لألعاب القوى التي أقيمت في ألمانيا. كما حققت أيضاً المركز الأول في 1500 متر، وفازت بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم السابعة التي أقيمت في لندن ببريطانيا عام 1994، وحققت المركز الأول أيضاً في 1500 متر، وفازت بالميدالية الذهبية في بطولة العالم الخامسة لألعاب القوى التي أقيمت في السويد عام 1995. وفي الترتيب العالمي السنوي لألعاب القوى، حققت حسيبة المركز الأول لسباق الجري في 1500 متر في عام 1992، والمركز الثاني للسباق نفسه عام 1991. فتحت حسيبة الباب أمام الرياضيات العربيات في الدورات العالمية، وسطرت اسمها بالذهب في سجلات الأبطال العرب الأولمبيين. الحوار هو الخطوة الأولى نحو التفاهم والتقارب بأي علاقة اجتماعية، فكيف إذا كان الحوار هو الأساس يلي بتبنى عليه حياة زوجية بحلوة وبمرة؟ واليوم مساحتنا الصباحية يلي رح نتشارك فيها أكيد مع ضيفتنا المدربة بمجال تنمية الذات والقيادة. الحوار وموضوعنا أكيد رح يتضمن كيفية الحوار. قد الحوار ليا ممكن يكون ضمان لاستمرار العلاقة الزوجية؟ هل غيابه لو باتفاق ضمني بين الطرفين ممكن يكون البداية لنهاية حياة جمعت بين شريكين؟ كل هالأسئلة رح نشوف الأجوبة منا. سلوى عرنوس، أهلا وسهلا فيكي. سهلا صباحك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير سلوى. بالبداية موضوعنا اليوم عن الحوار، خلينا هيك نحكي مع بعض شو هو الحوار، ويمكن يعني هيك خلينا نختصره بالحياة الزوجية. شو هو الحوار بالحياة الزوجية؟ الحوار هو أجمل وسيلة اتصال لدوام الحياة العاطفية ولدوام هالتواصل الروحي بين الزوجين، بس إذا كان بأسس الصحيحة، ما كان جدال ومجرد مشاكل. إذا كان الحوار الروحي وأخذ الأسس الصحيحة، أكيد هو أجمل تواصل فعال عاطفي بين الزوجين بديم العلاقة. طب خلينا نحكي سلوى، يمكن كثير من الأزواج أو الشريكين بيعانوا من أنه مثلا حدا بيسمع أكثر، حدا ما بيخليه يحكي، أو حدا هي القصة بتقوله عادة، أنه إذا عودتيه على شيء بتضل معه العادة. فكيف كمان في الشريكة أو الشريك يغير عادات طبعا أنه عدم الحوار، اللي ما فيها حوار، الحياة ما فيها حوار، كيف يخليه يتناقش معه يسمعه؟ حلو. نحن في عنا معوقات للحوار وفي عنا قصص للحوار. من الأشياء اللي بتمنع الحوار بين الزوجين إنه يكون عنا مثلاً
هذا الشخص الرجل عنده أفكار إنه إذا هو تحاور مع زوجته انتقص من رجولته، أو هو هيك فتح مجال إن هي تتمادى بحياتها. هي أفكار، هي الأفكار بتساهم إنه ما يصير حوار، فبالتالي هو بدون ما يسمع السيرة شو حيعمل؟ حيعارضها. هي من الأفكار السلبية. ممكن كمان إذا سبق وتحاوروا وصار في تجريح بالكلام، المرأة مثلا ما تحاول تحاور لأنه في ذكرى مؤلمة، بالتالي هي صعب إنها تلجأ للحوار. ممكن كمان إنه يسبب عدم الحوار بيناتهم إنه غالبا المرأة عندها الكلام هي وسيلة اتصال وبس. يعني أحيانا الكلام مو لهدف، الكلام للتعبير عن حزنها عن ألمها، فمجرد إنها عم تحكي. بالنسبة للرجل الكلام هو وسيلة إلى هدف، فلما هي بتبلش تحكي عن الشغلات اللي مزعلتها واللي مفرحتها وبتصير الأحاديث، بالنسبة إله ما أنا مترابطة، بالنسبة إلها هي مترابطة وبعاطفة وبتقدر تورجيكي الترابط كلياته، هو ما حيقدر يشوف هذا الموضوع فبيكون في ملل. فإذا هي انتبهت لنقطة إنه لما تحاور يكون عندها هدف، إذا كانت بس بدها دعم تقول أنا حاسة حالي إني تعبانة بدي دعم عاطفي، أنا بحاجة لاهتمامك، وتحكي. لأنه هو لما بيسمع المشكلة شو بيصير بيعمل؟ بيبحث عن الحل، وهون هي ما بدها حل. في عنا ثلاث أشياء: ما يكون في ذكرى مؤلمة سبق وتحاورنا وصار في إهانة أو تجريح فصعب ترجع تتحاور مرة تانية، أو هو يتحاور مرة تانية كان في تعالي، أو مثلا في أفكار إذا حاورت لزوجتي أو أخذت وعطيت أنا وياها هذا إهانة انتقاص لرجولتي، أفكار سلبية. أو مثلا يكون أنا عم حاور بدون هدف. هلأ إذا فتنا على قصص الحوار الصح، مثل ما قلتي الاستماع أهم مهارة بالحياة الزوجية، هي مهارة الاستماع. بس الاستماع مو اسمع، هلأ كل العالم تسمع، نعم تسمع بس هي مانا بالحديث. اسمع لأفهم مو اسمع لرد، خاصة عند الرجل يمكن سلوى. تماما، اسمع لأفهم، لأن احنا بنسمع لنرد نجاوب بدون ما أفكر هو شو قصده أو هي شو قصده. لازم اسمع لأفهم، يعني اسمع استماع تعاطفي، يعني اسمع كيف هي بتفكر من عقلها شو الموضوع. نعم سلوى، يمكن دائما في أحد الأطراف هو اللي بيكون قيادي بالحوار، وهو يمكن بيستلم الحديث وبيقدر يعبر عن وبيقدر يعبر يمكن عن فكرته أكثر من الطرف الثاني. خلينا نحكي عن هاي الحالة، يمكن في يمكن بعض السيدات أو بعض الرجال إنه لا أنا مو هيك فكرتي، بيلف وبيدور وبيلف وبيدور وما بيوصل لفكرته الأساسية. تمام، في ناس عندها نوع من السيطرة، قصدك الأنا عنده عالية، يعني هو في عنده من كتر من الأنا عنده عالية بيكون عنده مبدأ سواء هي الزوجة أو الزوج إنه هو صح. فبالتالي من أول الحوار لآخر الحوار شو بيكون هدفه؟ يثبت رأيه، مو يتناقش مو يتحاور، يثبت رأيه. هذا الموضوع طبعا حيؤدي لفشل الحوار، ما عاد في حوار طبعاً. نحن ليه بدنا الحوار؟ بدنا نحول الحياة الزوجية تصير بالإضافة للشراكة في صداقة. أكثر حياة زوجية بتستمر بسعادة هي الحياة الزوجية اللي فيها صداقة. كيف إذا أنت عندك صديقة بتهتمي شو بتحب هي وبتسمعيها وبتفهمي وجهة نظرها وبتصبحي عليها وبتمسي عليها وبتستخدمي الكلمات اللطيفة، ليه نحن بالزواج ما بنعمل هيك؟ اللي بالزواج مثلا بيتناسوا انه هن لازم التحية يحافظوا عليها، الكلمات اللطيفة، يفهم هي شو بدها، هي تفهم شو بده، هي افكار. لا، بصير الموضوع الحوار مع الاسف الحياة الزوجية هو يتقبل الحوار من صديقه من اهله، او هي كمان من صديقته من اهله، وهن بالبيت شو بيعملوا؟ قد ما فيهم مين بده يكون الصح، وبالتالي تماما كان الدين وبمر العمر. وبننسى انه الصداقة الحقيقية ما بعد الستين والسبعين هي لإلهم الزوجين. طب ليه ضيعنا هالسنين كلها بالحزن والألم وإنه ما بدنا نفهم وجهة نظر؟ ما بدنا الأنا تكون، نبعد عن التعالي، التعالي سواء من الزوجة أو الزوج، لأنه التعالي والتكبر بالكلام أكيد ما فيه حوار، أو الشتم والألفاظ. هي أحياناً تيجي تحكي مثلاً كلمة بيقول له شو التفكير أو شو العقل، أو هي تقول له كلمة، هذا ما عاد حوار. فبدنا نستخدم الألفاظ اللطيفة كأنك عم تتحاوري مع شخص
بيهمك انه ما ياخذ فكره غلط عنك مثلا. طب كيف مثلاً؟ في السيده تقود الحوار بانه هي توصل وجهات نظرها بدون ويمكن تخلي الانا المتعاليه تبع الرجل على جنب تماما للحوار؟ يعني شو هي هلا الموضوع الصح؟ بده يكون في اتفاق مسبق بيناتهم، اكيد بدنا نتقارب عاطفيا من بعض وبدنا نبني ثقه. بناء الثقه كيف نبني الثقه؟ من خلال الصدمات اللي بنتعرض لها بالحياه، وانك انت عم تكوني نفسيا منفتحه له وهو منفتح لإلك وساعدتيه ساعدك، شو بصير؟ بصير في ثقه. اذا صارت هي الثقه وراح الخوف من الحياه الزوجيه، اكيد الانا بدها تنخفض لانه عم يشعر بتقديره وباهتمامه وبحبه، ويصير عندنا الاستماع التعاطفي اللي هو انا اسمع لافهم وجهه النظر، سواء عجبتني او ما عجبتني انا بدي افهم ليه هو عنده وجهه النظر هي او هي اللي عنده وجهه النظر. بسمع استماع تعاطفي بهدوء، حيصير المخ منفتح وحيتقبل يغير وجهة نظره، بس ما ببلش نقاشي لأوصل لرأيي لأنه ما قد نقاش صار في تعنت. كان في اختيار كمان الوقت المناسب تماما حتى الحوار هي أكيد. هي يمكن شوي كمان كتير نقطة مهمة تماما حتى يكون في حوار متفاهم. مو معقولة هي وعم تطبخ مثلا إلا بدي يفتح حوار، أو هو طالع من الشغل وهي على الباب عم تقله أربع خمس شغلات بدها تتحاور. لازم تختار الوقت المناسب والذهن والنفسية تكون أوكي، ونختار نقطة واحدة نتحاور عليها. نقطة واحدة بدها وقت لأنه الرجل ما بيركز. تمام، نقطة واحدة لحتى نتقبل الحوار وركز على شغلة واحدة. تماما، نقطة واحدة مع الأيام بصير فينا نتناقش بنقطتين. اقبل اتنازل عن رأيي إذا كان الرأي الثاني صح، اقبل التفاهم، اتقبل ما يوصل الموضوع للجدال والصوت العالي والخلافات، وافتح سيار قديمة وسيار جديدة وهذا الموضوع. فقد ما فينا يكون صوتنا منخفض، كلامنا هادئ، عنا احتواء لفكر الآخر سواء عجبني أو ما عجبني. هو كلمة عجبني وما عجبني يعني هو نحن هلأ اكتشفنا أن الفكر مثلا أنا ما في عجبني، هي شراكة وصداقة. لازم يكون فيها شراكة وصداقة لحتى يصير الحياة سهلة. استخدم الكلمات الجميلة، ابتعد عن الجدال، ما اتحسس لأي حالي اني تحسست وتضايقت وما عارفين يكمل الحوار، بابتسامة انهي الحوار. اكيد بنختار وقت تاني لانه اذا تحسست وجمعت اكيد بده يصير مشكلة بعد فترة، فضروري انه نحن نوصل لشي صح ونبني ثقة. ثقة يعني دائما الزوجة تعرف انه زوجها هو شريكه، هو يعرف انه هي شريكته، هي ما عدوته ولا هو عدوه. يعني نحن عندنا مشكلة إنه بنمنح الثقة لأهلنا لرفقاتنا ما بنمنحها. نعم، يمكن في كتير تفاصيل بالحياة بيتم الجدال عليها بين أي اثنين مرتبطين بهيدي الدنيا، ولكن يمكن كيف مرة عن مرة بدها تزيد ثقة الحوار، الثقة بالحوار. يعني ممكن توجهي لي وجهات نظرك تبناها احتراما لإلك وتتنفذ على أرض الواقع، وممكن ما أتبناها ويصير في زعزعة بالثقة بالحوار. صح. هون كيف فيهم أي طرفين أنه هنن يعمموا أو يثبتوا الثقة بالحوار؟ إذا أنا اعتبرت حواري ممكن يستمر إذا تبنى وجهة نظري، فهون صار في تعنت. قد يتبنى وجهة نظري أو اتبنى وجهة نظره، لأنه أحيانا في وجهة نظر للشخص الأول، وجهة نظر للشخص الثاني، وفي وجهة نظر ثالثة. يعني في وجهة نظر صحيحة، وجهة نظري، وجهة نظر ثالثة. دائما لازم آمن أنه في وجهة نظر زاوية أنا لسه ماني شايفة، فبدنا نوصل لشيء مناسب. يعني احيانا بياخذوا حوار ساعات على مشوار يطلعوا، ويا ريت بالاخر مثلا بيتفقوا وبيطلعوا. الحوار ممكن يكون انه انا بحاجه لطلعه وانا مثلا مالي فاضي، الوقت المناسب شو ممكن نحط اماكن نطلع عليها، شو الاساسيات طلعنا. مره على مره بصير في ليونه، بس حدا مننا بده يعني يكون عنده الاحتواء ويقود فكرة إنه لازم يصير في حوار بالبيت. فاللي بده يقود هالفكرة بده يكون عنده صبر واحتواء طولة بال، لأنه إذا بده يكون كتير معصب بعدين مو الحق عليك، الحق علي اللي أنا عملت حوار
شيء مثقف بالبيت وكذا، وأكيد حتتحول الحياة لمشاكل. أكيد سلوى، كمان في نقطة كتير مهمة هي الحوار وأخذ القرارات بشكل إفرادي، هي كتير من بيعانوا منها يعني كتير من الشركاء بالحياة. خلينا نحكي كمان كيف فيهم يغيروا هاي القصة، يعني تباعا أنه مرة عن مرة مثل ما قلتي أنه هي شيء بصير أليان يعني إذا اتبعنا طرق معينة، فشو هي؟ تماما. هلأ في كتير شركاء بيكون آخر قرار بمجالات معينة وممنوع الحوار فيها، وغالبا بيكون الرجل هيك، حتى لو انه حاورته مثلا للشركة بياخد القرار، الحوار بيكون متفق معه انه ما في مجال للحوار. طبعا هذا الموضوع ما عليه شراكة او صداقة، مهما كانت هي امور مسلم بها ما بيمنع انه نعمل حوار فيها. هو مو معناته انه كل قصة حنفتح عليها سيرة، لكن اذا انت عندك تقبل لهذا الموضوع ومقتنعة بوجهة، لكن إذا شايف إنه هذا الموضوع اللي هو آخر قرار جوهري فيه، مثلاً أحنا في قرارات بتلاقي شريكين بزواج بنتهم أو ابنهم بيقول أنت ما إلك علاقة. طب كيف ما إلها علاقة؟ ما هذا المنتج بخصك وبخصك، صح؟ هو بالأحرى هي المسألة هي بتخص الفتاة يعني أكثر ما تخص الأب والأم، هن حيساهموا بالقرار. ففي قصص هي قصص تعمل شرخ عاطفي، كيف بده يكون في ثقة متبادلة؟ ممكن وجهة نظره تتنفس إذا أنا وجهت هالوجهة النظر بحب ووضحت أنا ليه هي أنا شايفة وجهة نظر صحيحة. لكن برجع بقولك إذا بده يكون في تعنت وسيطرة، نحن بعدنا الثقة، صار في شرخ عاطفي مع الأيام. يعني هي مثلا أنه أوكي ما حتعمل مشاكل إيه، بس هي مع الأيام صار في بعد عاطفي. إذا بدنا نحن العلاقة تستمر كصداقة وتستمر يكون إلى آفاق كتير حلوة، ضروري كتير يكون في ثقة متبادلة واحترم وجهة نظر شريكي. أكيد لازم أوثق بذوقه، يعني أكيد هي عندها ذوق وهو عنده ذوق، إلا ما اختاروا بعض أساسا. سلوى، دائما يمكن بيوصلوا لمرحلة أحد الأطراف أنهم ما قادرين يتحاوروا مع بعض بمرحلة من العمر، فبيدخلوا طرف ثالث. هيدا الشيء صح أو خطأ؟ طرف ثالث ممكن أهل، ممكن حدا بعيد، ممكن رفيق ثقة. تماما. عادة هن بيلجأوا أنه يدخلوا طرف ثالث بالحوار بحالات معينة، إذا كان هذا الشخص أو هاي الزوج والزوجة عندهم مشاكل متراكمة، وصلوا لمرحلة من العمر ظهرت هالمشاكل، فبالتالي بيلجأوا لشو؟ بيلجأوا لطرف ثالث. يعني هي عبارة عن مشاكل تراكمت ظهرت بهي المرحلة من العمر. لهيك اثنين متزوجين ما كان في حوار، ما كان في تفاهم، مرقت المشكلة، يلا هلأ بدي ربي الأولاد، مرق المشكلة رايحة الشغل، هيك تزوجوا الأولاد ضلوا لحالهم، وتصيري بتسمعي باثنين كبار عم يتقاتلوا على أتفه التفاصيل. ونحن اللي منقوله ليه نحن بدنا نكون أصدقاء؟ لما بيوصلوا لمرحلة 60 و70 بيكون في توائم روحي فظيع. يعني بتكون علاقتهم بنسمي السن هذا 60 و70 سن ذهبي، ما عاد عندهم أي شيء، صاروا متفرغين لصداقتهم، ممكن يطلعوا رحال، ممكن يزوروا يصيروا أكتر، يعني صار في المسؤوليات خفت. لكن نحن العكس، مع الأسف كتير أسر يكون سن 60 و70 ممكن يندموا أنه كانوا مرتبطين بعض، تسمعين بدهم يطلقوا. حتى في شيء مضحك أنك تسمعي هيك شيء، وكأنه هلأ اكتشفوا الخلافات اللي بيناتهم. صحيح. يعني سلوى، دائما بنقول الحوار بأي شيء بالحياة، بأي مفصل من مفاصل الحياة، صار شيء كتير أساسي ومهم، حتى مو بس بالعلاقات، حتى بين علاقتنا بين بعضنا. فدائما بنقول لكل المقبلين على الزواج لازم تكون علاقة صداقة ومحبة خالصة وثقة حتى تنجح العلاقة. شيء بقلبه كمان أكيد. يعني لازم نتقبل أنه نحن صرنا بعصر حديث. صحيح. تبنى علاقاتنا على الوعي. صحيح. وعلى الصدق. كل ما كان فيها وعي أكتر وصدق أكتر، أكيد نحن بنقدر نبني علاقة صح. نعم، نحن كتير بدنا نتشكرك. أنا بتشكركم دائما. صباح الحلو. صباح كتير. شكرا لك يا سلوى على هالصباح، مثل ما قلنا، وهالمعلومات اللي عطيتينا اياها. صباح الخير. أما هلأ رح نروح لجولتنا الثقافية، وبداية جولتنا لليوم رح تكون من دمشق، وافتتاح الحديقة التبادلية للكتاب بحديقة القصور بدمشق من منطلق أعطني كتابك وخذ كتابي، لنحب الكتاب، لنحترم الكتاب، لحتى نحافظ أيضا على الكتاب. تفاصيل أوفى من تبعها بهذه المادة لزميلتنا لينا شايبون. لأنه الكتاب هو رفيق الدرب بكل الأوقات ولمختلف الأعمار،
ولنقدر نعيد الثقة والمحبة عن طريق تبادله بين الناس، تم افتتاح الحديقة التبادلية للكتاب يلي كان شعارة أعطيني كتابك وخذ كتابي، لتكون الخطوة والفكرة الجديدة يلي لامست أفكار الأطفال وحبهم للقراءة والمطالعة بين أحضان الطبيعة وبالحدائق. مشروع حديقة تبادلية للكتاب هو مشروع طبعا جديد بدمشق، ومشروع كثير له إقبال يعني شهيري، لأنه فعلا إحنا بحاجة نعيد نعمل مصالحة مع الكتاب. الكتاب صار فيه يعني بعد بينه وبينه، وطبعا هذا مشروع بتبنته وزارة التربية، تربية دمشق ومحافظة، ونحن كيف نوظف أماكننا العامة مثل حدائق تبعنا، كيف نوظفها ثقافيا، نوظفها تربويا فنيا. الثقافة هي همنا القادم على فكرة، هي مشروعنا الإنساني القادم، والكتاب هو المحور الأساسي تبعنا. الكتاب ما عاد فقط للمعرفة على فكرة أو للمعلومة، الكتاب صار هو مصدر سلوكي، يعني احنا فينا نربي الانسان من خلال الكتاب. فكره مثل ما كنتم شايفين شرح لنا عنها الاستاذ موفق، فترجمناها للواقع اللي انتم شايفينه. انا شخصيا كنت خايف من تقبل الناس يعني لهيك فكره، وانه غريبه ببلدنا مستحيل تنجح، ولكن الاقبال الاطفال ولما شافوا الالوان خلق عنا حافز قدرنا نكفيه. التفاعل كتير حلو يعني، وهي هيك مشروع جديد وحديث، وفي منه فائدة انه بيتعودوا هيك الأطفال انه يجوا على الحديقة وبنفس الوقت يستفيدوا من القراءة. عند الأطفال كتير انه فكرة حلوة، أول شيء انه أنت تاخذ كتابك وتعطيه لرفيقك، وكتير حلو هذا الشعور، يعني غير انه عم يتعاونوا مع بعض وعم يتشجعوا كمان على القراءة. تواصل الانترنت اللي صارت هلأ الشغل شاغل للأطفال. تعزيز الأنشطة والبحث العلمي وتوجيه الطلاب لتتنوع مصادر التعلم، وبحديقة القصور بدمشق تحديداً بدأ تفاعل الطلاب واضح مع هذا المشروع، يلي أكدوا أنه الحديقة أيضاً بتجمعهم على العلم والمعرفة والثقافة. حبيت أجي لهون لأني أنا كتير بحب القراية، وأنه الجنينة هي كمان مكان نستفيد منه ونقرأ فيه. الحديقة هي مو بس للعب، هلأ بدها تفتح الحديقة التبادلية، نحن جايين لحتى نقرأ شوي. أنا بحب القراية بالحديقة، وبحس إنه هي يعني مكان فيك تعملي فيه كل شيء، فيك تلعبي وفيك تقري وفيك يعني تعدي إنه هيك تروقي راسك. لنحب الكتاب، لنحترم الكتاب، ولنحافظ عليه كان الهدف لفريق إيقاع الحياة التابع لوزارة التربية، واللي كان هدفهم جعل الكتاب محور سلوكي وإنساني بتفعيل القيم الوطنية والأخلاقية وخلق ثقافة للشارع والحديقة، والأهم لقاء المحبة بين الناس. خبرنا التالي أيضا من دمشق وتحديدا من جرمانة، حيث أنجز المشاركون في ملتقى النحت الأول على الحجر الذي استضافته مدينة جرمانة 26 منحوتة من الحجر والخشب، عرضت في الملعب البلدي بالمدينة معلنة انتهاء الملتقى الذي استمر لأسبوعين.
وخبرنا الأخير ضمن جولتنا الثقافية من فلسطين مع الصحفي والمصور الفلسطيني هيثم الخطيب يلي بيبلغ من العمر 42 عام، بيصنع منحوتات بتجسد تضحيات الفلسطينيين من خلال كاميرته الخاصة ليوثق لحظات خاصة مؤثرة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بل يبتدع قطعا فنية فريدة لفلسطينيين عانوا ولا يزالوا يعانون من الصراع. أنا مصور فوتوغراف، بصور فيديو كمان، عندي كمية كبيرة من الصور. هاي الصور بتكون طبعا في ارشيفات، ما بقدر ألمسها ولا أحسها، ممكن بس أخليك تشوفها أو أخلي أي واحد يشوفها، بس هاي برضو كمان نوع من أنواع التوثيق. يعني هاي المجسمات ممكن أحسها، أمسكها، ألمسها، أشعر فيها. كانت ليا جولتنا الثقافية لليوم، فاصل منتابع بقية محطات صباحنا غير. زينب، خلال العطلة الصيفية وبجمعة العيلة والرحلات والسفر بتصير كتير من الحوادث يلي ممكن تكون فاصلة بتتحول فيها الأوقات الحلوة لأوقات صعبة بتواجه الأهل، فشو هي أبرز الحوادث يلي ممكن تصيب أطفالنا وكيف بيتم معالجتها وكيف فينا أيضا نحميهم؟ رح نتعرف على هالشي مع الدكتور ماهر بوذو، أخصائي جراحة عامة وجراحة الحوادث أيضا وهو في مجال الحوادث. صباح الخير دكتور. أهلا وسهلا. صباح الخير فيكم. شكرا. أهلا وسهلا. سعد صباحك عن جديد وأهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير. يعني نحن بفصل الصيف والعطلة بتكتر طلعات الأولاد، خلينا نحكي بتكتر الحوادث، فخلينا نحكي على أبرز الحوادث الشائعة اللي عم تمرق يمكن عليك واللي عم تحاول تحذر الأهل منها أو من خطورتها. الحقيقة يعني فصل الصيف فصل إجازات لكن فيه فصل مشاكل، يعني صحيح. العطلة الصيفية عطلة المدارس والولاد إذا ما كانوا ملتحقين بمدارس صيفية منظمة أو رحلات منظمة أحيانا بيتعرضوا لحوادث عديدة، بدءا من حوادث السير لأنه بيكونوا بالطرقات أحيانا وبيلعبوا بالطرقات، بدءا من الإضافة لحالات تسمم غذائي لأنه بتكون يعني أساساً الغذاء بالصيف خاصة مع مشاكل الحرارة ومشكلة الكهرباء أحياناً كمان بيؤدي لتسممات غذائية، بيكون في فساد ببعض الأطعمة، الحروق ومشاكل المسابح، كل هذه مشاكل يعني بنواجهها بنلاقيها ازدادت بفصل الصيف. يعني بنلاقي مقارنة بفصل الشتاء لما يكونوا الأولاد بالمدارس في فرق كثير يعني بحجم وعدد الإصابات. صحيح.
طبعا يعني الاصابات الاشيع هي الاصابات السقوط والوقوع وحوادث السير، هي بنشوفها كثير الحقيقه للاسف، لعدم وجود احيانا بكل الاماكن او عدم التزام الاهل انه يسجلون بمدارس صيفيه او بملاعب نظاميه، فبيلعبوا بالشوارع احيانا. صحيح. بيكون في شويه فوضى بالموضوع فبتؤدي الى حوادث سقوط، بنلاقي حوادث كسور كثيره بتزداد بهالفتره هي، احيانا تكون حالات اشد يعني بتكون اصابات راسيه واصابات على الجمجمه. كمان بتكون حالات يعني احيانا تستدعي عمليات جراحيه او قبول بالمشفى والعنايه المشدده، ما بتكون بس مجرد كسر بسيط يتعالج. هي من اهم الاشياء اللي بنشوفها. المشاكل السباحه والمسابح او البحر يعني هي طبعا هي مشكله اساسيه، اولا من حيث انه اذا ما كان في بعض المسابح للاسف او اماكن السباحه ما بتكون كمان بالشكل المنظم المطلوب، يعني مراقبه على الاطفال، منقذ موجود، منقذ مدرب على الموضوع، تلاقي احيانا بيكونوا بشكل عشوائي او بيتدافشوا مع بعضهم وكذا، فبنؤدي الى حوادث اما اصابات رضيه، وياما شفنا حوادث من الناس اللي يعني خلال اللعب بالمسبح وسقوط بالمسبح ادت الى اصابات عصبيه شديده. وجود شخص مشرف عليهم للاطفال اثناء الموضوع السباحه هذا شيء كثير مهم، شخص مدرب، ما يكون شخص اي شخص بس مجرد واحد مشرف قاعد، يعني يكون شخص مدرب على المتابعه وعلى ضبط الامور وعلى انقاذ، على بعض خطوات الانقاذ الاساسيه اللي ممكن تنقذ حياه طفل غرق او حدا دفشه وقعه بالمي هو ما بيعرف يسبح. هي كثير بنشوفها. حروق السباحة كمان هي من الأشياء اللي بنشوفها، يعني مفروض في ساعات معينة نتجنب فيها السباحة. الأطفال ما بيميزوا، يعني بده يسبح من الصبح للمساء، راح على المسبح خلاص بده. حتى ضربات الشمس دكتور. تماما، ضربات الشمس هي أشياء مواجهة كمان كتير، فبس عم بحكي عن حروق السباحة. في مواعيد معينة يفضل إنه يعني الواحد يسبح فيها، وفي مواعيد مفروض الواحد يتجنب فيها السباحة، لأنه تكون الشمس كتير عمودية وحادة. صحيح. ممكن تؤدي إلى حروق جلدية شديدة، ممكن تؤدي احيانا طبعا هي من الاسباب المؤهبه طبعا على المدى الطويل، ما عم نحكي نخوف الناس بس على المدى الطويل لاصابات باورام وسرطانات الجلد. ففترات الظهيره مثلا من الساعه 12 تقريبا ولحد الساعه 3 تقريبا، هالوقت هذا وقت الشمس تكون كثير حاده، فاللي بده يسبح هون اكيد ممكن اضافه للحروق مثل ما تفضلتي ضربات الشمس. ضربات الشمس احيانا تستدعي دخول المستشفى لانه ممكن يصير في عنده ارتفاع حراره شديد، صداع شديد، وهن، تعب، فممكن كثير هي تؤدي لانه بحاجه الى دخول المستشفى ومراقبه، تعليق سيرومات، فبتبدا بشغله صغيره وبتنتهي ممكن باشياء اكبر. فهون طبعا وعي الاهل، توجيههم وتوجيه الاطفال لشغل وقتهم ومتعتهم بس بطريقة مدروسة تكون. نعم دكتور، كتير يمكن خلينا نركز على موضوع الإسعافات الأولية. يعني في كتير من الأهل مثلا انجرح ابنهم بحطوا له بن، احترقت ايدهم بحطوها تحت المي، بيجيبوا ثلج او شيء، ففي كثير كمان اخطاء بيرتكبوها الاهل بالاسعافات الاوليه، ممكن هي افكار اجداد قديمه ومتوارثه ايضا. خلينا نحكي عن صحيه انه الواحد كيف يعمل اسعافات اوليه، وهل يستعين بهي الافكار او لا؟ هلا المبدا الاساسي نحن كاطباء بنحكيه يعني بس مو من باب الترويج التجاري، دائما اي شكوى على المستشفى او على الطبيب، يعني ما نكتفي بصيدلي بالحاره او بحدا بالعيله كبير بيعرف عنده خبره، دائما الواحد يراجع ما بيخسر، وما شاف الدوله موجوده يعني. فبالنسبه للاصابات الرضيه اهم شيء دائما اذا بنحكي على موضوع الكسور او الحوادث، اهم شيء دائما هو المبدا الاساسي هو تثبيت المنطقه، تثبيت الكسر حتى ما يتبدل او ما يتغير. ممكن يكون الكسر احيانا بالبدايه او الرد كسر غير متبدل، يعني العظم لسه شابك على بعضه، مجرد تثبيته بجهاز جبسي او باي شيء كمان. اي شيء هو يعني علاجه التثبيت بجهاز جبسي، فاذا ثبتناه بس مجرد بخشبه وعلى اي شغله بتصير كرتونه ويلف عليها شاش الواحد يلف عليها اشارب، هي لحال نقله على المشفى يعني بس ما بين ينتقل للمستشفى. احيانا مثل ما بيقولوا الواحد العبطه بالحادث بيركضوا بيحملوه بيشدوه، بتلاقي
أربع خمسة عم بيحملوا ده. هون بصير الغلط إنه أحيانا حركة غلط صغيرة ممكن تكلف إنه الكسر يصير متبدل، يصير بده عمل جراحي، يصير بده أحيانا أسياخ أو براغي. أحيانا إذا كان الرد على العمود الفقري، وهذا الشيء الخطير اللي إحنا دائما بننبه عليه، إذا كان الرد على العمود الفقري كثير شيء مهم، طريقة الإسعاف، طريقة نقل المريض، لأنه ممكن حركة غلط تؤدي إلى إصابة بالنخاع الشوكي، تكون رد بسيط ينقلب لشلل لا سمح الله. الحمد لله نحن هلا في يعني ملاحظ مؤخرا من عدة سنوات يعني موضوع الإسعافات وسيارات الإسعاف اللي بيقدموها والمتطوعين اللي عندهم متدربين بشكل جيد، فيعني بنلاقيهم دائما بنشوفهم مطلوبين لأماكن حوادث وكذا، هدول بيشتغلوا بطريقة متدربين عليها. أما نحن لما نشتغل بالجيران يرقدوا والولاد الحارة يحملوا كذا، هون يكون في خطر إنه ممكن إحنا نفاقم المشكلة وممكن تكون شغلة بسيطة تتطور لشغلة أعلى. فمن أهم الإسعافات بالفترة هي إنه تثبيت المنطقة فقط، ما يصير في الارتباك إنه الواحد ما يعرف شو بده يتصرف، يكون على الأقل شوي بيشتغل بهدوء ويتصرف بشكل صح وينقل للمستشفى بشكل صح، مو قادر يتصل بالإسعاف وهن بيجوا وهن مدربين بشكل جيد يعني. الحقيقة دكتور كمان في مشكلة الحروق، إصابات الحروق أو حتى لسع الحشرات اللي هلا كتير عم نسمع عنه كمان، كيف هي الإسعافات الأولية لريثما ينقل على الطبيب المختص أو المشفى؟ هلا إذا بنحكي على الحروق العامة، ما حنحكي على حروق السباحة، حنحكي على الحروق العامة بشكل أساسي. الإسعاف الأول البسيط هو طبعا هو إنه شيء بارد نحطه حتى يهدي الألم، لأنه أكثر شيء مزعج بالفترة الأولى بالساعات الأولى هو الألم الشديد. صحيح. لما يكون حرق واسع أحيانا بيؤدي إلى حدوث صدمة، صدمة عند المريض، صدمة بتهدد حياته، صدمة ألمية. فدائما الفترة الأولى هو تسكين الألم. تسكين الألم طبعا ممكن عن طريق مسكنات، وممكن عن طريق نحط أي شيء بارد يبرد المنطقة المحروقة، إن كان تلج وإن كان مي باردة. وأحيانا الناس بيحطوا معجون أسنان لأنه هو بيعطي المادة اللي فيه باردة. بتعمل تبريد، بتعمل ترطيب، فهي بس مجرد انه بتعطي تبريد للمنطقه، ما هي علاج يعني. صحيح. فالتبريد المنطقه هذا بشيء اساسي، خاصه اذا كان حرق بالمواد الساخنه. اذا كان حرق حتى بمواد، احيانا في عندنا حروق ثانيه، حروق كيماويه، مواد كيماويه، ولد صغير بالصيف بنشوفها بيلعب بمواد المنظفات بالبيت، بيلعب بهالاشياء، هي بتكون بمتداول اليد، للاسف احيانا تكون محطوطه بعلب مو علبها، فالطفل ما بيميز. فاذا صار هي كمان الغسيل بشكل كبير وغسيل بشكل غزير بمي بارده نغسل المنطقة من التلوث، إذا كان بالعها هي كمان مشكلة تانية ما حكيناها. إذا كان المواد هي أحيانا كتير الأهالي العلب شو بيلاقوا عندهم علبة فاضية، نعرف المبدأ هذا اللي عندنا بالبيوت، أي علبة فاضية ما منكبها منحتفظ فيها، إنه هي بتلزم علبة بيبسي، أنينة كولا، أنينة عصير، وبتتعبى بأشياء تانية، عرفتي كيف؟ فالطفل ما حيقدر يميز يعني، وتكون بأماكن بمتناول الطفل. طبعا إذا صار في هيك حالة فطبعا الإسعاف على المستشفى فورا، لأنه أي حركة غلط أو أي تصرف غلط ممكن يؤدي إلى حروق بالمري وحروق بالجهاز الهضمي، إذا ابتلع المادة تكون عواقبها وخيمة جدا. نعم. لدغ الحشرات طبعا، هلا هو لدغ الحشرات في ناس ممكن يعني تمرق بشكل بسيط عندهم، وفي ناس ممكن اذا صار في حساسيه، الصدمه التحسسيه اللي بتصير من لدغه نحله او لدغه زلقطه بسموها او دبوره. عم نشوف هلا حشرات كثير يا دكتور على الشوب عم تطلع. هلا هو هدول يا محلاهم هدول قدام هدينك كثير عم صحيح. نحن بنخاف من هدينك اللدغات اللي بتؤدي الى تحسس، صدمه تحسسيه، ممكن احيانا حالات نادره بس نحن بننبه الناس فيها انه حالات نادره قد تؤدي للوفاه، صدمه تحسسيه. هلا لدغ الحشرات اللي نحن بنشوفه موضوع الناموس والاشياء هي طبعا يعني بحاجه إلى مكافحة من جهود عدة مديريات بالمحافظة ودوائرها. اللي بيهمني ركز فيها يمكن حالات عم نشوفها وعم تزداد وحتى عم ينكتب عنها بالصحافة. صحيح. موضوع لدغ الحشرات اللي عم يعقبه هي انتشار العشمانية حبة. صح. حلب هي بنشوفها بالأماكن اللي بتكون أماكن المخلفات النظافة بالبيت مكشوفة، أماكن فيها حيوانات شاردة، الصرف الصحي مكشوف. فهون كتير منلاقي أنه هاللدغ الحشرات عم بيؤدي بالأخير لإصابات مزمنة شديدة مشوهة اللي هي إصابات اللايشمانيا. هي كتير لازم ننتبه لها، ولازم دائما المنطقة هي يعني الدولة عم تعمل، المحافظة بتعمل إجراءاتها لمكافحتها، لكن بدها شغل كتير.
نعم دكتور، خلينا كمان نتطرق لموضوع التسمم الغذائي. كمان في كثير من الاولاد بياكلوا برات البيت، او ممكن تقع شيء على الارض ويحطوها بتمهم يكون فيها كثير من الجراثيم. خلينا نحكي كمان عن هيدا التسمم، شو هي الاسعافات الاوليه يلي لازم تقدم من قبل الاهل؟ طبعا بفتره الصيف يعني طبعا احنا حنلاقي حالات التسمم الغذائي زادت كثير، وعم نشوف كثير حالات مايونيز وما مايونيز تمام وهيك. تمام تمام. والاكل المكشوف، الاكل اللي بجوز بالحرارة العالية أو بظروف الكهرباء، أحيانا المايونيز وغيره، أحيانا عم لاقي كتير في أشياء تكون فسدت وبصير فيها حالات تسمم غذائي، خاصة خطورتها هي على الأطفال تحديدا. هلا هي خطرة على الكل، الكبار وصغار، لكن الكبير عنده مخزون إنه يقدر يتحمل إذا صار عنده أقياء أو إسهال. الأقياء والإسهال هن يعني الضرر تبعهم بدرجة أساسية هو خسارة السوائل وخسارة الأملاح والشوارد. البنية الشخص الكبير البالغ يعني عنده قدرة يتحمل نسبة خسارة من سوائله، ما بين ينضر بشكل كبير تأثر عليه بشكل كبير، فترة مثلا بجوز يتحمل 3-4 أيام بيقدر يتحمل فيها. الطفل الصغير إذا تعرض لحالة تسمم غذائي وأقياء وسهال خلال النهار ممكن تلاقيه داب الولد، ممكن يدخل بصدمة نقص حجم وتجفاف وتكون خطر عليه. فالإسعاف هو طبعا المفروض أخذ على المستشفى وتعليق سيروم، ما ناخذها بتهاون او نروح على الصيدلي، بس لقينا في حاله تسمم غذائي في شك. طبعا من اعراضه طبعا الاقياء بدرجه الاساسيه، اعراضه الاسهال، اعراضه احيانا بيصير عند الشخص مثل تعرق بدايه التسمم الغذائي، قد تكون بس مجرد تعرق بعدين تظهر الاعراض. متى ما حسينا او شكينا دغري لازم يستقصى الطفل انه اكل شيء من برا او اكله ملوثه، يفضل على المستشفى لانه قد يكون بحاجه لتعليق سيروم، ما بكفي ناخذ دواء بس. طب شو الفرق بين الجريب والتسمم؟ لا الجريب شيء ثاني، الجريب شيء ثاني. الجريب يعني بيقولوا يمكن انه ما تعرف او ايه هذا كلام من مثل تبع البن على الجرح، نفس المبدا. الجريب على الامعاء يعني هو مصطلح متداول. كيف بدهم يفرقوا بين التسمم الغذائي والجريب على الامعاء؟ حتى الجريب على الامعاء هو ما في شيء اسمه جريب على الامعاء، هو اسمه التهاب امعاء. عرفتي كيف؟ بس احنا متداول عنها هالكلمه. بس التهاب امعاء هو كمان يعني بنفس الطريقه للمعالجه، لانه حيكون في اقياء او يكون في اسهال وبحاجه لضيق تعويض سوائل. التسمم الغذائي غالبا بيكون بيتصاحب مع مثل ما قلت لك بيكون في تعرق عند الطفل، في عنده وهن وتعب وتعرق بيصاحبه بالبدايه قبل ما تظهر الاعراض العامه الثانيه الاسهال. اذا كان التهاب مع غالبا العرض الاول بيكون اقياء واسهال، العرض الاسرع يعني. فطبعا لازم علاج بمستشفى لانه قد يحتاج تعليق سيرومات، يعني ما بيكفي حبه دواء ولا صيدلي ولا حميه، ولا في عندنا مبادئ انه بيشرب 7 اب نعطوه 7 اب وكذا. طبعا هذا غلط يعني، لانه المفروض احنا اذا كان في هيك حاله نعطيه نعوض سيرومات، ما نعطي محاليل سكريه قد تحرض الاسهال اكثر. نعم، يعني كثير من الاخطاء الشائعه يمكن خلال الاسعافات الاوليه لكثير من الحالات اللي عم تصادفنا بحياتنا. اعطينا رساله توعيه من حضرتك، ان شاء الله كل اللي تابعونا يستفيدوا من المعلومات اللي اعطيتنا اياها. شكرا لك دكتور، شكرا لوجودك معنا. شكرا لك، شكرا لك دكتور، ان شاء الله تكون بفائده للمواطنين. اكيد بلا شك. ميرسي لك ويسعد صباحك. ليا محطتنا التاليه من الحسكه وسوق من اقدم الاسواق، سوق السمكريه او سوق التناء معلم معروفة خصوصا لدى أبناء الريف للتزود بمستلزمات تربية الثروة الحيوانية. تفاصيل أوفى بتقرير مراسلنا محمد الحمدوش. أحمد الحمدوش. سوق السمكرية أو سوق التنك من الأسواق القديمة في مدينة الحسكة، ومعلم معروف خصوصا لدى أبناء الريف للتزود بمستلزمات تربية الثروة الحيوانية من حافظات السمن العربي والخاضات وخزانات تسخين المياه والمدافئ، معتمداً على مادتي الصاج والكروم في عملية التصنيع التي يغلب عليها الطابع اليدوي. نحن هلا بسوق السمكرية، طبعاً من أقدم الأسواق بالحسكة. شغلتنا بالسوق نصنع الخزانات، مكايل بنزين، يعني الشغلات اللي يعتمدون عليها أهل الريف. طبعاً نحن نمتاز برخص التصنيع المحلي، يعني أرخص من المواد المستوردة من برا، واغلب اعتمادنا على اهل الريف. و يعني اسواقنا هون يعني شغلنا يعتمد اكثر شيء على صناعه كل شيء متعلق بالصاج، الصاج الرقيق طبعا، خزان الماي، المكيال، الزيت، شيء بواري يعني لتمديدات التبريد، البرادات مثل تصفيح البرادات، مقصات، يعني امورنا
تتعلق بكل شيء بالسمكريه ومن اقدم الاسواق والحسكه. عدد الخاصه بالسمن بالحليب مثل هاي خضاضات البافون في توتيا، في عندك التانكيات هذول تبعت السمن تجي كيلوات، هي يعني عندك حسب الاوزان. هلا مثل هاي عندك هاي تانكي السمن يكون هو كمان شغل يدوي، هو يعني شغلنا هون عم يشتغل يدوي، ما في الات ولا شيء، كله شغل يدوي. هذا عم يستعملوا يحطوه من جوا دبس تمر ويخزنوا فيه السمن، يعني الاستعمال هو صحي كويس، يعني هذا كله بافون يعني ألمنيوم، ما فيه أي نسبة ضرر وأي شيء. وفي عندك هاي خضاضة طبعا احنا نسميها خضاضة أو يقولوا لها باللهجات الثانية يسمونها سرادي، هاي يحطوا جواتها اللبن يحطوا فيها المي والتوابل وبلش يشتغلوا فيها لبن ما يطلع الزبدة، يبقى اللبن لحال والزبدة لحال يصفوها يعملوا منها السمنة، وهاي هي كمان هاي كلها شغل يدوي ما فيها أي مكاين ولا أي شيء. السوق عبارة عن مجموعة من المحال المبنية على الطراز القديم نظام القبب، والذي يعود لما قبل عام 1940، متوسطاً عدداً من الأسواق القديمة التي كانت سابقاً تعتبر مركز السوق التجاري لمدينة الحسكة لتزويد المواطنين بكل الحاجيات. أما هلأ صار الوقت لننتقل لغرفة الأخبار لنطلع على آخر المستجدات على الساحة السياسية العربية والعالمية مع زميلتنا ليمونة صالح. يسعد صباحك ليمونة. صباحك فل زينب. إذن مشاهدينا موجز لآخر الأخبار بعد هذا الفاصل. أسعدتم صباحا. باشرت عناصر الهندسة في الجيش العربي السوري تمشيط محيط قرية زيزون وبلدة تل شهاب جنوب غرب مدينة درعا لإزالة الإلغام والكشف عن مخلفات التنظيمات الإرهابية لتثبيت حالة الأمن والأمان حفاظا على أرواح المدنيين. وتابعت وحدات الجيش انتشارها في الريف الجنوبي الغربي لتأمين المنطقة وخاصة الشريط الحدودي مع الأردن وتثبيت حالة الأمن والاستقرار في مختلف القرى والبلدات. عثرت وحدات من الجيش السوري أثناء استكمال عملياتها في تمشيط بلدة لدوير بريف مدينة البوكمال في دير الزورة، عثرت على كميات من الأسلحة والذخائر من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي، وشملت الذخائر قذائف دبابات ومجموعة ألغام مضادة للأفراد وللدروع والآليات، إضافة إلى ذخائر مضادة للطائرات المسيرة والحوامات وكمية من ذخائر الرشاشات المتنوعة والقذائف الصاروخية. أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني في الشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان أن الوجود الاستشاري لإيران في سوريا يأتي في إطار التعاون الثنائي بين البلدين، ولا يحق لأي دولة في العالم أن تتدخل في هذه المسألة. إلى خبرنا الأخير، حيث استهدف الجيش اليمني بوابة معسكر طيبة الإسم بجبهة الأجاشر في محافظة صعدة، ما أدى إلى تدمير 3 أرتان عسكرية. وأكد مصدر عسكري يمني أن الجيش دمر بصواريخ موجهة 3 مدرعات أمريكية الصنع بطواقمها وعتادها و3 أطقم عسكرية حديثة بمن عليها في جبهة موزع، وبينما تم تدمير مدرعة مضادة للألغام والدروع أمام مفرق الحناية في جبهة الوزاعية بصاروخ موجه ومصرع طاقمها. انتهى الموجز مشاهدينا. أما هلأ رح نعود معكم وبرفقتكم لمتابعة باقي أخبار صباحنا غير مع الصبايا ليا وزينب. رجعنا لكم صبايا. شكرا لك زميلتنا ليمونة صالح من استديوهات الإخبارية السورية. متابعين بآخر فقراتنا من صباحنا غير. أكيد زينب، محطتنا الأخيرة لليوم رح نتوقف فيها عند مساحة فنية خاصة بتجمع بين التشكيل عن طريق النحت واللمسة الأنثوية يلي حجزت مساحتها الخاصة بمعارض تشكيلية متنوعة من عام 2014 بعد تخرجها من المعهد
النقابي أو التقني للفنون التطبيقية اختصاص النحت. اليوم حنحكي عن مشاركتها بمساحة متميزة ضمن حديقة تشرين مهرجان الشام، بتجمعنا نحاتي الشابة حنان الحاج. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، أهلا فيك. صباح الخير حنان عن جديد. بالبداية خلينا نحكي، يمكن ندخل عن مشاركتك بمهرجان شام بتجمعنا بحديقة تشرين، يمكن اشتقنا لهي الأجواء والمشاركات الشابة، خلينا نحكي عن هيدا المشاركة. أنا مشاركة بعمل نحتي على خشب السرو بالمهرجان، مهرجان شامنا بتجمعنا. المشاركة كتير حلوة لأنه في عندك جمهور عم يشاهد، حضور ناس عم تشوف العمل كيف عم يصير، كيف عم ينشغل، مو بس العمل جاهز، فهذا شيء كتير حلو. شاركتي كتير من المعارض كمان حنان على أرض الواقع واستوحيتي هالشي من الطبيعة، فكمان احكي لنا عن هي المشاركات، قدي عملت لك خبرات، قدي حاولتي تعملي بصمة مميزة خاصة بالنحت. أكيد كل إنسان بيحب يعمل بصمة طبيعية باختصاصه. أنا كان إلي مشاركات بمعارض وبملتقيات، شاركت بأكثر من معرض، منهم معارض تحية لتشرين ومعرض الربيع. أما ملتقيات فشاركت بملتقيات بدمشق وبمحافظات تانية. هي المشاركات كانت هي هذا الشيء هو اللي بيعطي الفنان خبرة، بيعطي تفاعل مع الناس، هو اللي بيعطي الإنسان تبادل خبرات. يعني انت ما صرتي بس الشيء اللي انت عم تتعلمي، الشيء اللي غيرك عم يتعلمه انت عم تتعلميه، وهي حلاوه الملتقيات. نعم حنان، يمكن كل فنان له خصوصيه بوضع لمسات خاصه فيه بتميزه عن باقي الفنانين، خلينا نحكي يمكن شويه لمساتك الخاصه او شو هو مودك الخاص يلي بتحبيه تبرزيه ضمن منحوتاتك او ضمن شغلك. هلا انا بشكل عام بشتغل على المدرسة التجريدية. كثير من الناس بتقول، طبعا غير المثقفين، خليني اقول فنيا، كثير الناس العادية بتقول شو تجريد، يعني انه الواحد يعمل اي شيء. بس لا، هو العمل النحتي حتى لو كان باي مدرسة في له قواعد، في له اسس، في له شيء بينظمه، يعني لازم يكون في توازن. هي من اساسيات اللوحة والعمل النحتي، انه يكون في توازن، يكون السطح مع الفراغ مع الكتله، ما تحسي شيء بيرد الانسان لورا، عرفتي؟ وبالنهايه هو الفن، انه انت انا كفنان عبر عن الشيء اللي عم شوفه، الجمال اللي عم شوفه بحياتي. لو خلينا نحكي حنان، بالاضافه للنحت عم تشتغلي بالتصميم الاعلاني كمان بالمجال الفني، خبرينا كمان عن هي القصه. هي من شوي قلت لك انه الشيء اللي بيحسه الفنان هو بيعبر عنه، هلا هون بقى بس تختلف الوسيله. صحيح. انا بحب الفن وبحب كل شيء بيتعلق بالفن، وهي شغلتي بالحياه. اشتغلت بالنحت ودرست النحت، بعدين صحت لي فرصه اني اتعلم التصميم، فانا صار عندي وسيله ثانيه اعبر فيها عن الشيء اللي بشوفه. طبعا وصل رساله، وصل رساله للمكان اللي عم بشتغل فيه، ووصل رساله خاصه لإلي. وحلو انه انا بشتغل بايدي كثير بموضوع النحت، فالتصميم الاعلاني شيء كمبيوتر، فهيك بيحقق لي انا كمان توازن بحياتي. نعم حنان، خلينا هيك حكينا يمكن عن شغلك وعدد من الاعمال، خلينا نحكي يمكن عن ابرز مشاركاتك بالمعارض. كان عندك مشاركه بمعرض فردي لحالك او وشو هي مشاركاتك يمكن، واذا عندك مشاركات في الخارج ايضا؟ هلا مشاركاتي كان في معارض وفي ملتقيات. هلا من اهم هيك التجارب الحلوه هي كانت مشاركات بمحافظه طرطوس وبمحافظه اللاذقيه. شاركت بملتقى بمحافظه طرطوس اسمه سوريا انت الاجمل، كنت مساعد نحات انا فيه. كان جميل لانه شفت الاساتذه الكبار اللي عندهم خبره وهيك باع طويل بهالقصه كيف بيشتغلوا. كان كثير جميل المشاركه، وكان جميل الحضور بهي، يعني بعتبرها شغله مميزه. وملتقى قافي هذا اشتغلته باللاذقيه، كان كمان كثير جميل، كان مشاركتي الخاصه، ما كنت كمساعد، كنت كنحات. هلا قريبا في ملتقى النحت ايضا باللاذقيه كمان. ايه مضبوط، قريبا في ملتقى النحت باللاذقيه، ما بعرف اذا بشارك فيه بس ان شاء الله. ان شاء الله بنشوفك فيه. ان شاء الله. اكيد. خلينا نحكي كمان عن ماده الخشب عشان ناخذ كل التفاصيل اللي بتشتغلي عليها. كثير ماده صعبه، كيف بتتعاملي معها؟ كيف بتصنعي منها كمان تحفه فنيه؟ هلا الخشب ماده حلوه، هلا هي
صعبة بس جميلة، لأنه هي شيء فيه روح. أنا هيك بعتبر أنه هي شيء فيه روح وبيعطي للعمل جماليته وإلى خصوصيتها هي المادة بعروقها، لأنه كل نوع له خصوصية. تشتغلي شيء من وحي الطبيعة حنان؟ لما تتعاملي مع الخشب تشتغلي شيء من وحي الطبيعة، ولا ممكن أنك أي شيء يعجبك يعني تعمليه من الخشب؟ لا، بعض الأحيان بكون عاملة دراسة للشيء اللي بدي أعمله، وبعض الأحيان الخشبة هي بتجذبك أنه أنت مثلاً تمشي بالخط بهذا الاتجاه أو تعملي هيك. يعني الخشبة بتساعد النحات. نعم. حنان، جربتي بمرة من المرات تنقلي تجربتك لأطفال أو تعلمي طفل أو مجموعة من الأطفال آليات أو الخطوط الأولية بالفن؟ هلا الأطفال لا، والله أنا ما اشتغلت مع الأطفال كتدريس، بس هلا بمنطقة شامنا بتجمعنا بالمهرجان كثير عم يجي وأغلب زوارنا هن الأطفال، فحلو إنه هيك يشوفوا كيف تشتغلي مسكن الإزميل المطرقة كيف يشتغلوا، إنه هاي الخشبة بكرة بدها تطلع تمثال، هذا شيء جميل. بعد الشام بتجمعنا، شو الجديد اللي عم تحضري له؟ هلا حاليا عم حضر لشارك بمعرض تحية إلى تشرين، وفي فكرة هيك عم أدرس إني أعمل معرض فردي. إن شاء الله يا رب. حنان موفقة بكل خطواتك، ونحن بدنا نتمنى لك دائما مزيد من التألق والنجاح، وشكرا لوجودك معنا، شرفتينا. شكرا لك. شكرا لوجودك معنا، وإن شاء الله هيك مستقبلك بمعرض فردي يكون متميز مثلك يا حنان. شكرا لك. شكرا لك. أما هلأ وصلنا لختام برنامجنا، محطتنا الأخيرة اللي طبعا أقامت فيها وزارة الثقافة في خان أسعد باشا معرض تخرج لطلاب المعهد التقني للفنون التطبيقية بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا فرع معاهد دمشق. تفاصيل أوفى برفقة زميلتنا هالة السعدي. كل سنة عادة نحتفل بالطلاب المتخرجين من عنا بالمعهد فنون تطبيقية، بنعمل لهم هذا الاحتفال مشان يفرحوا بتخرجهم بالإنجازات اللي تدربوا عليها خلال السنتين، بياخدوا فيهم كل المهارات الفنية والتقنية، وبيوصلوا لمرحلة إنه بيقدروا ينتجوا أعمال فنية ذو قيمة، منها التصوير الضوئي، ومنها الخط العربي والزخرفة، ومنها قسم النحت يلي بينتج أعمال كتير جيدة يلي هي على الحجر وعلى الخشب والتشكيل المعدني، وعم بيقدروا الطلاب يوصلوا لمرحلة فنية عالية بالحرفية والتقنيات يلي بيتعلموها خلال الفصل التدريسي. مهمتنا بالتدريس نعلم الطلاب التقنيات الصحيحة، الأسس الصحيحة، الاهتمام بالضوء، لأنه أهم شيء الضوء بالصورة عنصر أساسي، اللون، الفكرة، المضمون، كله مع بعضه بيجتمع ليشكل بالنهاية. عندي أنا بتطلع عليه لأي شخص عم يشوف هاللقطة هاي يشوفها كلوحة. تقنية الرسم بالضوء وتقنية السلويت، السلويت عم يطلع من الرسم بالضوء، يعني تقنية قليلة تلاقيها عنا، مو كتير متداولة يعني الفكرة. ايه، ففكرة جديدة وحلوة وكتير عم تقبل العالم. هلا أكيد هي فرحة بعد تعب طويل اشتغلناه، يعني مو كل لوحة أخذت معنا وقت كبير بالشغل والتعب، بس بالنهاية مثل ما قلت لك هي فرحة. يعني اشتغلت مشاريع تخرج كلاسيكية ولوحات حرفية، اشتغلت لوحة ثلث ونسخ سوا واستخدمت فيها زخرفة كلاسيكية، وأخذت اشتغلت لوحة حرفية، أخذت حروف كلمة خط، كونت منها لوحة حروفية واشتغلتها حرة، واشتغلت لوحة فارسية كلاسيكية كمان وكتبت فيها بيت عن دمشق بيحكي، واستخدمت كمان لوحة حروفية بتحكي عن دمشق، هذه دمشق، وكررت كلمة هذه لحتى أكد عن دمشق، ولوحة زخرفة كلاسيكية. هي فرحة كبيرة أول شيء، لأنه بعد تعب كل هالتعب طوال هالسنتين قدرت أساوي لوحة، خمس لوحات، مع كل حب وكمان وبتعاون مع الأساتذة، وسوينا هدول اللوحات، يعني كتير تعبنا فيهم
يعني هي إجباري فرحة حتكون. حبيت أعمل مدينة الأحلام، فكرة جديدة لأنه ما حدا عمل قبلي يعني هيك شيء. هي فكرة جديدة وحب يعني للأطفال، لأنه بالمجال اللي أنا دخلت فيه ما لقيت حدا عامل شيء فكرة يعني للأطفال، فحبيت أنه جدد أعمل شيء حلو هيك إن شاء الله يفرحوا فيه. فرحة كتير حلوة، وبتشكر الأساتذة لأنه ساعدوني من وقت ما بلشت، وصورت شيء عن الفلكلور الشركسي، جسدته باللبس، بالحركات، بالنظرات، كل شيء تقريبا. لهم بتكون وصلت حلقتنا للختام. دائما كونوا معنا على الموعد مشاهدينا الساعة 9 صباحا لكل اللي بيحب يبقى على اطلاع على آخر الأحداث والمستجدات برفقة شاشة الإخبارية السورية عبر تغطيات المستمرة على مدار اليوم. تبقوا بألف خير ونهارك سعيد. يلا نهارك سعيد يا زينب، وتحيتنا أكيد بالختام لكل المشاهدين، وخلوا الأمل والمحبة والإرادة هي عنوانكم. نشوفكم بحلقة جديدة بكرة. باي باي.